مازال معانا الأستاذ أحمد من داخل مزرعة الحمام اللحم اللي بختم الشركة الفرنسية يورو بيجون. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذ أحمد. طيبة حاج مصطفى ومتابعين كلهم بخير وبصحة وسعادة، ربنا يتقبل منا وصالح الأعمال يا رب. آمين يا رب العالمين. عايزين نعرف طريقة نعرف بها الذكر من نتاية، خاصة في عمر الزغليل أو عمر الشباب، علشان ما نربيش حاجة على الفاضي. بس هم هناك طبعا عندهم تجربة، بيعرف الزغلول، مش الزغلول بقى لما يبدأ يكتم كده يعرف ذكر ولا انتهى. فيه مجس، مجس، عارف انت المجس اللي بيفتح ده بيخش في المجس كده، بيفتح المخرج، بيبص يشوف المبايض، يشوف المبايض بتاعته ذكر ولا انتهى، وعلى اساس كده بيقوم عتيه الدبله. مفيش، مش موجود هنا ده استاذ احمد؟ موجود. عايزينك تجيبه لنا واحد وانت جاي من هناك برضه نعرفه للناس. موجود هنا، موجود في ناس عملت فيديوهات عليه على فكره. للحمام؟ للحمام عليه، بس طبعا ده عايز ايد خبيره، يعني انت ممكن واحد كان ليا صديق سعودي. لا انا مستعد اجرب، انا بضحي في الحاجات دي، بقعد اجرب لحد ما اتعلم، يعني بجيب حمامه ملهاش لازم اقعد اجرب عليها. يعني الجهاز ده لو نعرف نجيبه هنا نوريه للناس. كان في صديق سعودي قال لي برضو الحكايه دي، كان بيقول لي ان هو مش عايز يربي حاجه ملهاش لازمه، فعايز يعرفهم هم زغاليل. لا هم زغاليل صغيرين خالص، لكن من عمر شهر ونص مثلا. اقول لك على حاجه، مثلا يعني ده ان شاء الله طالع ذكر ماشي، ما شاء الله. انا شفت واحد في تايلاند بيعمل التجربه دي وهو خبير فيها، يعني يمسك الفرد ازاي. يمسك الفرد. ما احنا عايزين الاستاذ احمد يعرفكم الذكر من نتايه بقى بطريقه مين؟ تايلاند. بطريقه تايلاند، الحكايه دي بطريقه تايلاند، يعرفوا الذكر من نتايه ازاي. يعني اللي في ايدي ده ان شاء الله ذكر، بقوم ماسك الجناحين والرجلتين اهو، ماسك الرجلتين كده مع الجناحين. تمام؟ تمام. واعمل كده، تعمل دماغ الفرد كده اهو. انت الذكر اما بيجي يكسر على النتايه، ديله بيبقى تحت ولا فوق؟ اللي ينزل ديله يبقى ذكر. بينزل ديله لتحت عشان يكسر النتايه، صح؟ تمام. هما يزق كده الديل ينزل لتحت، يقول لك ده ذكر. طيب طب ما نجرب، نجرب في نتايه بقى بعد اذنك طريقه جديده. ايه تعلم الذكر؟ واحيانا بتنفع واحيانا ما بتنفعش، يعني برضه. بس هو الراجل خبير جايز ليه ماسكه معينه. دي نتايه، شفت الديل عمل ازاي؟ شفت الفرق بقى يا جماعه، النتايه رفعت ديلها لما عدت. شفت الفكره؟ وشها اهو عشان الناس تصدق نتايه اهي. نتايه اهي الشاب، شفت ديلها عمل ازاي؟ رفعت ديلها النتايه. لما بيجي يكسر عليها الله، بترفع ديلها والذكر ينزل ديله تحت، صح؟ صحيح صحيح. الذكر لما عملناه ديله نازل لتحت. احنا كل ما هنعيش هنتعلم يا استاذ احمد، هنتعلم. محدش يستكبر يا جماعه ان هو يتعلم. يعني اللي قال لك ايه اعرفها بالمسمار برضو شفناها. انت جربها على حمامه شغاله ظبطت معاك، ابدا جربها على زغاليل وشوف، علم الزغاليل دي لما تكبر هنعرف التجربه نجحت معاك ولا لا. انا همسكها لك تاني يعني. هنعرف الفرد اهو، انا ماسك الجناحين اهو، تمام، وهم ماسك الرجلتين اهو، تمام. تمام. اضم الجناحين اهو، ايوه، على الرجلتين، واجي على الفرد ازق دماغه كده اهو، طلع اهو في نفس احسن واحد يقول لي انت قلبها. لا هي ما هي زي ما هي، هي بترفع ديلها من نفسها. كل ما ننزله هي بترفع تانيه. سبحان الله سبحان الله. ادي النتايه. طب معلش يا استاذ، واحده كمان نجرب لهم، واحده ثالثه خالص. اصل دي شبابات، فممكن انا اللي بعملها تطلع ذكر وتطلع نتايه. زي ما تيجي بقى، احنا هنشوف الموجود، ما احنا مش هنعرف هي ايه، عشان ما حدش يقول اصل هو عارفها. احنا هنعملها وهي اللي تقول، احنا ما نعرفش دي ايه يا جماعه. لا ذكر. نزل ديل اهو يا جماعه لوحده اهو. شفتوا الذكر؟ ده ذكر. ده الذكر. ذكر. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عليك يا مريشه ده يا استاذ احمد، عشان برضو ايه، معلش على مهلك، على مهلك. مش باين؟ لا بنت تحت لسه صغير. لا لسه، استنى كده، خمسه سته لسه، لسه عليه سته. ونقول له كل سنه واحد تاني بيعمل تجربه، بس طبعا انا عملتها وما نجحتش معايا، بتجيب ريشه حمام. التجربه ايه اللي حضرتك؟ التجربه دي انا شفت واحد بيعملها برضه، بيضع ريشه من ديل الحمام يقوم عاملها كده ويقوم سايبها. تمام، بس انا ما فهمتهاش. في ريشه بتقوم نازله كده وفي ريشه بتقوم عامله كده. يعني يقوم سايب الريشه كده في ايده، الريشه لو نزلت كده يبقى ايه، اما ذكر انت، انا ما اعرفش هو عاملها ده. ده حاجه كده زي البندوليا، زي ما زي فكره المسمار اللي عملوه برضه. المسمار ده الحاجات اللي هي مش مقنعه، يعني مش مقنعه. لا الطريقه اللي حضرتك قلت عليها دي ان شاء الله هنجربها وهتعجب. حاج مصطفى وريها للناس. انا لما انت، انا زي اللي انت عملته ده نزل لتحت. لا الفكره فكرتك، انا فكرتك
لما انا قلت الباشمهندس اسامه حسين قال كذا بقول الباشمهندس اسامه حسين قال كذا دي فكرته. أيوة ما بقولش للامانه انا بقول عن نفسي لما بحتاج حاجه بكلمه الراجل ما بضحكش. انا بقول فكره فلان ما بقولش فكرتي دي فكره الاستاذ احمد اللي هو اتعلمها احنا ما نعرفهاش فهي دي كتر خيرك يا استاذ احمد. ممكن تنفع معاك ممكن ما تنفعش ما ترجعش دول ده انا لا. عملت زي ما انت قلت وما طلعتش. لا انا بقول لك انا ما بشتغلش بيها انا باخد بالخبره كده الفرد اللي شايفه ده ذكر. ما هو معرفه الذكر من النتايه ده اعظم الغواة والمحترفين بيتلخبطوا فيها. انت تبقى شايفه ذكر وساعة الشغل تلاقيه طلع نتاية شايفه انتاية وساعة الانتاج بتلاقيه بقى ذكر. وفي ناس كتير يقول لك بعلي الشباب وغشيني يعني عشان كده بيحصل مشاكل من الحكاية دي كتير. انا لما باجي اطلع حمام من عندي هنا ما يعني اللي عايز شبابات بطلع يقول لي ذكر وانتاية اقول له لا انت قدامك الشبابات اهي يعني اختار انت طقم شبابات واحد واخده بالظبط ما بقولوش بقى ذكر وانتاية لا ده اللي انا بعمله. عايز اطلع حمام شغال بقى ما طلعش لكش حمام شغال الا وانت الا من السلاك او نايم على زغاليل صحيح جزء هم نايمين على بيض او نايمين على زغاليل صحيح. يورو بيجون ده حمام الشركة الفرنسية لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون ده ختم الشركة يا استاذ احمد. اه وده أما. الرقم بتاعه ده مختوم في الجناح ما ينفعش يطلع ده الختم في الجناح اهوت بيتحط على الحمام وهو لسه عمره صغير. ايوه الدبل دي بتاعتهم زي الدبله اللي بتتلبس في الرجل بتتلبس هنا في الجناح مش زي الدبل اللي عندنا اللي هي فك وترتيب. أيوة. دي دبل كبس الدبل دي غير الدبل اللي عندنا دبل كبس. اه دي يعني ما تدفعش تتفك لا بتتفك اه بس صعبه ان هي تتفك مش زي الدبل بتاعتنا وضخامه تخينه شويه. اه تمام ده الحمام اللي جاي من فرنسا مباشره. اللي عايز حاجه يكلمني او يكلم الاستاذ احمد اسيب لكم الرقم في وصف الفيديو ان شاء الله. موجود عندنا حوالي 60 جوز حمام شغال بولاده وبيضه. اه اللي عايز حاجه بس انا عايز اه افضل ان واحد يجي يقول انا هاخد حمامكم لان انا مسافر وما مش يعني الاستاذ احمد يفضل اللي ياخد البيعه ياخدها على بعضها يكون افضل علشان هو مسافر يعني بعد رمضان يا استاذ احمد ان شاء الله في رمضان في خلال رمضان يعني يسافر ان شاء الله في رمضان باذن الله باذن الله. طيب يا استاذ احمد تحب تقول حاجه للناس؟ والله انت شرفتنا يا حاج مصطفى وربنا يبارك فيك يا استاذ احمد وسعداء بمعرفه حضرتك والله ربنا يبارك فيك. طب بص على الناس بقى قول لهم بقى يعملوا لايك للفيديو ده عشان عشان ما حدش عايز يعمل لايك ولا حد عايز يعمل حاجه ابدا. مصطفى الحاج مصطفى بيدي معلومات للناس ربنا يبارك فيك بيساعد الناس من غير اي مقابل. انا متابع قناته عن نفسي من زمان والله ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد ربنا يبارك فيك. كتر خيرك يا استاذ احمد ما نتحرمش من حضرتك ومن ذوقك. شرفتنا ونورتنا والله كل سنة وحضرتك طيب في أي حاجة والله. كل سنة وحضرتك طيب أخرناك يعني شايفينك بتبص في الساعة كتر خيرك وكل عام وانتم بخير وما تنساش تعمل لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.